كانوا زمان يحكون لي أكبر منك بيوم أعرف منك بسنة، واليوم أنا أكبر بسبعة وعشرين سنة. لهيك حابب أحكي لكم عن 27 شغلة اكتشفتها على عمر 27. على عمر 27 اكتشفت إنه مهما كبرت راح تضلك صغير بعين أهلك، هو إشي طبيعي لأنه فعليا فرق العمر واحد. وين المشكلة إنك تكون صغير؟ أصلا الدنيا أحلى وإنت صغير. على عمر 27 اكتشفت إنه الإنسان لازم يعرف عن كل شيء حتى ولو كانت هاي المعرفة بسيطة، ولكن المشكلة إذا ما بتكون تعرف هاي الشيء الصغير. على عمر 27 اكتشفت إنه في كثير مهارات في حياة الإنسان لازم يتعلمها سواء كان شاب أو بنت، بدون التقسيمات الغبية مثل الخياطة، الطبخ، الدهان أو حتى ترتيب الغرفة والبيت. على عمر 27 اكتشفت إنه اللغة هي من أهم الاستثمارات اللي ممكن تستثمرها في أبنائك. على عمر 27 اكتشفت إنه لن تختلف النتيجة إلا باختلاف الطريقة، ولن تناسبك كل الطرق، فاختر ما يناسبك، ولن تعرف ما يناسبك إلا بعد التجربة، فجرب حتى تجد طريقك. على عمر 27 اكتشفت قديش كانوا يحذرونا من خطر الانترنت، ولكن ما عمرهم علمونا كيف نستخدمه صح. الانترنت هو كنز لم تمتلكه الأجيال السابقة إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة. على عمر 27 اكتشفت انه كل شيء بالدنيا بيتغير حتى المشاعر، فادعوا الله ان يحفظ حب من تحب في قلبك. على عمر 27 اكتشفت ان لا تدخل في حياة الناس كثيرا حتى لا يصبح همهم همك. على عمر 27 اكتشفت ان لا تحكم على انسان حتى تضع نفسك مكانه. على عمر 27 اكتشفت أن لا تلوم نفسك إذا عملك إنسان بشكل خاطئ، فصدقني المشكلة مشكلته هو وليست مشكلتك أنت. اكتشفت إنه أن لا تبني أحلامك على الناس، فلكل أحد منهم حلم وهدف. على عمر 27 اكتشفت إنه كل إنسان سينصحك بما جرب وسيحذرك بما لم يجرب، وفي الحالتين قد يصيب وقد يخطئ. على عمر 27 اكتشفت أن لا تلوم الناس كثيرا، فلكل أحد فيهم سبب وطريقة. على عمر 27 اكتشفت أنه إن لم تحب إنسان بعد التجربة فلا تكره، ولكن تجنبه لأن الكره يضرك أنت. على عمر 27 اكتشفت أن الحياة من دون معرفة الله صعبة، فاعرف الله. على عمر 27 اكتشفت أن نحول الأهداف إلى محطات ومراحل حتى لا نصاب بالاكتئاب إذا وصلناها. وعلى عمر 27 اكتشفت أن السعادة في امتلاك القليل رغم قدرتك على امتلاك الكثير. وعلى عمر 27 اكتشفت أن في الألوان سعادة، فاملأ بيتك بالألوان. اكتشفت أن لا ترفض تعلم شيء جديد، فإن لم يفيدك لن يضرك. على عمر 27 اكتشفت أن التعلم مستمر منذ لحظة ولادتك، واللحظة اللي بتوقف فيها التعلم فاعلم أنك توقفت عن الحياة. على عمر 27 اكتشفت أن للكلام قوة كبيرة، فكل خيرا أو كل خيرا، فأحيانا يكون السكوت ظلما. على عمر 27 اكتشفت أنه يجب عليك مراعاة الناس ومشاعرهم وحياتهم وأعمارهم مهما اختلفت وتعاكست مع حياتك. على عمر 27 اكتشفت انه حماسك لتجربة ما سيجعلك تعيشها وكأنها المرة الاولى، فتحمس حتى ولو كانت المرة 101. على عمر 27 اكتشفت انه لا يوجد عمر مناسب لفعل معين، فقد يبسطك تلوين كتاب رسم وانت في الخمسين من عمرك. على عمر 27 اكتشفت انه اذا اخبرك احد انه يخاف من شيء معين فلا تخوف، فالأمان دعوة نبي. وعلى عمر 27 اكتشفت أن للرقص فوائد كثيرة ومنها الحياة. وأخيرا على عمر 27 اكتشفت أنه في شخص بيشتغل كثير علشان المصاري اللي معنا، وهذا الشخص ممكن يكون أنت أو ممكن يكون أمك أو أبوك أو أهلك. علشان هيك لما تطلب مصاري من هذا الشخص ما تنسى تعب. بالجامعة في دكتورة علمتني أنه إحنا مش لازم نتطلع على العمر كرقم، ولكن نتطلع عليه كمرحلة. فحاليا أنا بالمرحلة 27 وأتمنى لكم حياة سعيدة. إذا عجبك الفيديو ما تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوا تحكوا لي أنتوا شو تعلمتوا في عمركم. والسلام عليكم ورحمة الله.